بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. حبابي هاي باسمك أخرنتي سئن لغته سورة الفاتحة باللوغة. أخبرنا قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أنه سمع أبا السائب، واسمه عبد الله بن السائب بليد هذا ساس الله شيء قال لمنا سوى فقسنا والاسمرع سنا مقع أسقع مولى هشام ابن زهرة يقول أسقع له: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله: من صلى صلاة روح صلاة كذا لم يقرأ أوسا أخيين فيها في الصلاة بأم القرآن قرآن كهو يدي وفاتحة فهي صلاة داس خذاج وناقص، فهي خذاج صلاة دا وناقص، هي خذاج، هي خذاج ودعس، وهي خذاج كأسل كيسو ونفك حولها أصول ست كيسو دمانين دعية المه مركاسي وكسو الدلم أما قرشبان يكاس خذاج أسل مركو صلاة أم رما يسترون دعسوي، هي خذاج غير تمام، غير تمام كهو توكيد أما هو تفسير الخذاج الخذاج مرة غير تمام أن رما يسترين تمام كاس أما نقص نسق نقصي محوها في الأصل ونغنكرا نقصي في الثواب والأجر ونغنكرا، لكن ظاهر النص وحوي نقصي قائمه يهي نقص إبطال، نقص إبطال وإفساد، يعني وتمام غير تمام كينه صلاة إنه إسان أصيحين أو إسان لما يسترين ومركا يبرته. فقلت وحالي يا أبا هريرة أبو الصائب بأورن هيا إني أحيانا إني أنو أحيانا مركا قاركوت أكون وحان أهان وراء الإمامي إمام قداشي بان أهان ومركاس مأمون بان نقن قرت مركا منفرد كأيون كليقا يعني أن صلاة دي فاتحانا كتقنوا قرت، لكن مركا مأمون أهب الورن. فغمز وحوقا شيري أما قنروفتي ذراعي ردن كيغا ردن كسائي قبتي بوري، وقال وحونا يري: اقرأ بها فاتحة أخري أما أم القرآن أخري يا فارسي نين كادر يا فارسو في نفسك نفطر سستر أو هوسي هوستك الدليلي إمامك هذا آخر يا قرآنك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مركا استدلال بوكان سنية اجتهاد الإمام أبو هريرة يحور ربائنه مستند وكينه يقول أسولا مع النبي يقول الله عز وجل إله وحولي قسمت الصلاة صلاة دبان قيب شيء بيني أنا أنت كرد حيث وبين عبدي أدون كي نسمين الله إسلاك بانو كاردق الني فنسبها لي كلا بركيدو أنا هذه بمعنى تمجيد يا أمان يا ثناء ويان، ونصفها سورة بركيدنا صلاة هذا الغالي قراءة وي علوم حليهم يعني قسمت الصلاة أي قسمت القراءة اللوجي ذا بيليه مركبوا حلقة هذا دون وفاتحة دي صلاة دي بقى الله إطلاقه اللوجي مركز قرآن الفاتحة اللوجي أما قرآن اللوجي ذا، ونسبها نسكن من لعبد يبوء هذه ولعبد أظن كي وحوء هذه ما سأل وحو السؤال شو مركز بريانا ولقى أقبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حر اقرأوا أخرية سورة الفاتحة أخرية وبالله بوي. يقول عبد أظن كي وحورنها يا مركز سورة بالله الحمد لله رب العالمين بسم الله ماشي جنب نسائك وليه. باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب محل شايته ذو وإنتن هل كان وي اقرأوا أخرية ويسد وقاتان حديث كان دين شيء مصداق يسون. يقول العبد أظن كحورها يا الحمد لله رب العالمين إلهي با ما هذا إسكال نسكي إلهي با بلوضي ما هذا أمانت. يقول الله وحورها حمدني عبد أظن كجبا إما هذا شيء حمدني حمدا يا حمدا لبض والله شيء مرك حمدني بأنا لو بدن جاي حمدني بأنا قايد كان. يقول العبد أظن كحورها يا دنا مر لبعد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي أظن كي يبقى إفعال أماني وارك هذه أمان توي تهرب أمان هاي ما هذا أن الله يوأها توا أمان يا ثناء يا مجدي يا حق عهد أحد كلها اللو علي مر لبا ضد أمان تعلي صوت ركا هذه سنة ثنى لي في لغة العرب أثنى علي عبدي أظن كي يبقى إفعال أمان وفي أمان تكو حل لرضيوي. يقول عبد أظن مر لبا ضحوله مالك يوم الدين بقر كمالك قيامه يا الدنيا بقى. يقول الله عز وجل مركه وحورنها يا إلهي مجدني عبدي أظنك وائل شرفي وائل شرفي هذه بقرران مشوا وكساري أنا كل جينا وملكي بقر رمائي وقلاضي يا أبا المارين أظنك وائل شرفي.
إياك نعبد وإياك نستعين معمولك وعاملك سلقوه المرشي وقصري يحسر فائده وعندها العلم إياك نعبد وحي شرك ورنبا يماشى كسرت وإياك نستعين كيبلك ورنبا يبابئسة ساسي إلى هذا علوم فن التوحيد كفي عن إياك نعبد أدوهم بانك عابد أحد كالعابد من أما عمرك شرك أصغر كائه رياء أي وحي الله لما أهن غضو لأن الرياء وشرك في باب الخلق والإشراك من باب الخلق ويخلق بعد مركة إله درتي بدأتك لكن واحد جعلها ابن آدم كعمل كذا خير كأنه كو أمانان ويكو فريان ويكو حرميان ويحون حظي أي كو سيان ومركو إيريه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا سلف ينبضون كمذا الشرك الرياب يكف السرير الضوبة دي كيوينا يهينا كبدرا وإياك نستعين وحا أيرك بحوحاوي عجبه لأن العجبة ومن باب الإشراك بالنفس نفط هذه بعد مركا شريك كده جيزاء أو أشرق يليزاء سيادة أشرق يليزاء دي يعني وحيو أول وناق أها أما خير أها إذا قبطتي عقل عقل إيا علم إيا وحتر إيا الدنيا ورن يوحا أتر النفط هذه هذا يسبقها هي لأن أسكف لن بعد كده جيزاء إنما أوتيت على علم عندي بلسو إستاقي مركا عجبه ومن باب الإشراك بالنفط رياغونا ومن باب الإشراك بالخلق لبضو مركا أي آيضو باب إنيسا أظن حال الربائين وإله سبحانه وتعالى كلمة يستوى إن أظن ما قرصنا أو ربي سودي أو طلا سارته أو وحي عناء إغاثة الاستعادة اللي هذا ضنب إله أدايه وإياك نستعين وي علوم حليه محلوك الهرمري إياك نعبد وإياك نستعين لمن بو حليه من باب تقديم السبب على المسبب وهو صواب سداس الصواب من باب تقديم السبب على المسبب لأنه سببك هو عبادة أظن مركو عبادة لي ماده وحوم متى إلهي نو قرقار إلهي نو كالميه كالما ذا إلهي يعاند ينصد التأييد كوحي إمانيان بعد العبادة وحيكم مثاليا مدادوه جهدان هداد روح آترا وحيسي ووحي مركو كثي كدب أد أمانتو يأينا انتاد أمانتو أطفال الله لكتو أدنك الشرح ذا كدب من آذو وحويدي جتكيبا قرح سنبيلاتي inta ruuxi amaanto oo wuxuu yahay oo ogalaato oo banaanka dhigto hooliisa daldaalacdo oo miiska barraxda kadibna hada wax ii dib inaad tiraado ayaa quruxsan bay dhee laakiin aad tiraa ruuxanku weydii waxa si hor markii lagu dhibo kadib nin fiican baa taa waligaa waxa bixin jirta waa lagu yaqaanaa in heebelwal baa taa halka aad ka bilowdo iyo inaad hor mariso xuquuq arar ah marka muslimiintu ilaahay wuxuu ku tarbiyeen inay sana iyo amaan iyo xaq rabbimana horta hor mariyaan بعدها أنا مطالبته ذا يقدمان. سداس العلماء كعبر. سكستوا النقطة وحوي. فهذه الآية بيني وبين عبدي. آيدا إياك نعبد وإياك نستعين. أضنك جباك على قوسين نوي. أصنع عبادة لجربة ومني الاستعانة. منه العبادة ومن المولى الاستعانة. الإعانة عفوا. فهذه الآية أيضا آية بين أنا أنت كرد حيسي وبين عبدي أنا أضنك النور دحيسا. رواية حديثك أولي هذا بيني وبين عبدي هذا بين عبدي وبين بيني وبين عبدي ولعبدي أظنك وحواضي ما سأل وحي ويديستي سؤال شاز مركة مسألة اللي وجدها الدعاء دي توسك أي ويتي مركة صلاة قد بابا إسكاء السؤال لكن هذا وحال اللي وجدها سؤال شقي حنيت يقول العبد أظنك حورا انتهر إلهي بأسكالها تنوى نورد حيسا ولي مركة نسك أظنك لما تجارين يقول عبد وحورنا يا اهدنا الصراط المستقيم وضل توصنا الله ونوها ونوها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فهؤلاء يعني دعوين كان يا أحكام تنلصو الشيبي إن جدك توصن لقوها نوليو أو كل نعمية أنبياء يصول حد صادقين كجد كودي وكو الله عرضي يكو إلهي دمي من نبع نهي فهؤلاء اللي عبدي انت أدونك يبا أسكلا وابريئ الطغم أسابه وعطانها إلهي ولعبدي ما سأل أدونك يقول وحاوه هذا وحو نوي ديستو وانسينا ناوي مركز حديث كان وحو إمامك ودليشان هيا ترك القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم لا سرا ولا جهرا من نبع إن لقطقه قول لأخرين إنين لأخرين أي بنان تهي أي مركز ودليشان فرق بضن بانا قضية دا ودليشان باب إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا حقوق بسورة الفاتحة إنه واجب تاي والركن من أركان الصلاة تاي سيدا قيام كأين أصوم الرأي واجب قوة هاي تكبيرة الإحرام أيها ركن قيسة دحاد هذا نشيخ أقود بي
باب إيجابي قراءة فاتحة الكتاب كتابك بالله بلوغيسة وفاتحة آخرين واجب واجب يلي في الصلاة صلاة قديه صلاة أما صلاة صنعها النقطة أما مدوى فرضها النقطة إمامكم قال قادم. أخبرنا محمد منصور ابن ثابت المكي عن سفيان ابن عيينة ومحمد الهلال عن الزهري محمد بن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري من صغار الصحابة عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة صلاة مجرت لمن دولك لم يقرأ أنا آخرين بفاتحة الكتاب كتابك باللويس أنا آخرين رحمن كبوذي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة صلاة مجرت لمن دولك ومجرت لم يقرأ أنا دريرينين آخرين بفاتحة الكتاب. أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة صلاة أمجرت لمن دولك لم يقرأ آن آخرين أمجرت صلاة بفاتحة الكتاب كتابك باللغة سوف فاتحة إيه فساعدا ولو وحكبضا إن كان فاتحه حكودنا حتى صلاة أمجرت وحديثك قيبت سهورة رواية دهورة نفي ياسي علماء بدنا وحكوا حنبار النفي الكمال لا صلاة أي لا صلاة كاملة وي نقص باكو إماني لكن يتوابير لكن ويأزح إزابة دان أحنابتنا رأيك أبدا وأنا رأي أنصحني رأي أنصحني وي وأنك صوم الرأي نفي في الشرائع إن لو حنبار النفي الحقيقة هذه كلي لو حنبار الأقرب إلى الحقيقة هذا حتى مجاز كو حنبار يسوء الله هاي ما صلاة وجرت ونفي الوجود معها وحصل الله وش يدك قايبه ويتكنها يا أيوة فاتحة بأخرنا إني أورق أركان تقايبه كم إذا كنت جاي أو شروط دقط ما هي هذا أنا وحي صلاة كل شيء قام ويبلي ما دان نفي وأنا أستلكيز وإن نفي الوجود وقرعه الوجود الحسي صلاة هو موجود وحي صلاة كل شيء جاي هوا أهاتو صلاة وشرعه اعتبارنا إنن لكن ويلي ما دين أرجو حي لما ترجع فصلي فإنك لم تصلي وحا صلاة كشفك والله تمدوي مصيئ صلاتيه ولكن صلاة الله اعتباري شرعا ما نفس الشيء تنوحا لنا هاي روح صلاة بها كشفك لكن وصلاة معتبرة هاي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مركا النفي هو نفي الحقيقة الشرعية هذا نقدي دانو نفي الوجود بأصل آتا دانا وان أقل لكم حوادي هي حقيقة السورة قلوا إذا انتفت الحقيقة يجب أما يتعين حمل النص إلى أقرب مجاز إلى الحقيقة اللي هذا وقاعد الله بعضه يكن قاشا وذا مجاز كسوقه هذه النص كي أما ظاهر اللفظ اللي وحم باري على حقيقة اللي وحم باري وايو حقين أوجد بينه وحن أوجد بينا بين هذين الأقرب إلى الحقيقة لا صلاة أي لا صحة مرك النفي الصحة وحم باري نفي الكمال وفوق يعني نفي الكمال ومجاز كفر عن الحقيقة نفي الإجزاء أما نفي الصحة أي أدو حقيقة مركا إذا انتفت الحقيقة تعين واجب نقضة محاوين أقرب المجازات إلى الحقيقة أقرب المجازات إلى الحقيقة ساس مركا هذا المجاز قبتنا قاب خصلا واحد حساب تمها وحي النفي ميا ها إنا ترى شيء واجرة لكن كمال كبا نفي قد عاية إيا شيء ما أصيحن قبي أهمبا أما كاس عن مهيو iyo gabahan ba mabajiro saddexda meelood ba meesha ino taala mabajiro salaad adduunka ma dhicin suuragal ma way dhacdaa wax salaad lagu sheegay waa nafyul wujood ki marka xadiidku ma xambaari karay taagan yahay waa qali kale ka hadlay majazat oo marka meesha yaala la salaat ay la ijzaa li salaat liman lam yaqra la sihata li salaat liman lam yaqra iyo anna la salaat ay la salaat kamilatan أما الله صلاة صحيحة أما الله صلاة مجزئة صدح هذا ورب كوكين يلا مرقة كي أده صدح هذا مجاز حقيقة أهيد نفي الصلاة مطلقا كان صحة أما إجزاء أده مرقة قاعدة هذه اللي مرنا وحويا وهول ماشي كل جد سكسة ونقطة حوية نفي الحقيقة أكو حنبار محايا وحمنا كإيمانيا ونكر في سياق النفي جميع أجزاء الصلاة هي كل ما يطلق عليه اسم الصلاة إلا أن فيه حديث تصاية مركا إنا يصحده والسحة له حنبارة وخطأ قرآن كسام بدك صحن فلا وربك لا يؤمنون ونفي الإيمان مطلقا لأن وفعل كيمت
في سياق النفي أفعاش عند العلم والنكرة فعل كوا النكرة مركم ما أسرع جبي سب النكرة نفي النهي الشرط يوحي قليب عمك كإيمانيا مسي نكرة ومزدر كفعل كإيمانيا فلا وربك لا يؤمن فلا وربك لا إيمان اللهم ما مرك ولا تشرك أي لا إشراك به ما مزدر كان أجد بينه النكرة ومزدر مسي فعل قليب تركيزة يتحلل إلى نكرة أو ربضا باسكجر لكن الأفعال نكرة مرن مرها مركها دون نفي كان حسوب دلها نفي محوها نفي الحقيقة حديثك قيبتها هو المركز السيدة السوية قيبتا ضنب ويكعر جمهور أهل العلم وحكو رقماء ولا لأيهاي إلا الله صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هيني فساعدا ميل لقيا اللواي نوال ومرك حديثك كل دقاء حالي فساعدا الراعي ماذا يبتا أفرطا وحقبا فساعدا بواجبها يمجره مذهب تأفرت أمك قوان لكن جماعة من الصحابة والتابعين أيام مذهبك القبى وحي قبان فاتحنا وواجب قرآن آيات أما آياتين أما صورتك إلى الرعشنا وواجب فساعدا بميشة الله فاتح يوحك بضنوه نبي قطع في ربع دينار فساعدا إذن مركب فساعدا وحي وما زادوا مركب والله رب هذا فاتح واجب يا شيء ديلك فاتح واجب يا أي فساعدا واجبية مرك هذا رفات عم بانقالا فساعدا وان كتجي وتحكم أدل هذا مرك إن لا ولا قاتئيو إن لا ولا تجوع ولا هي مجر وحديث الورد بين هاي وهي حديث كان قيبتنا يكجع بصدان بخاري مسلم أسوى مرك زوائد كلوة إيمان دونا وإسكجت جم مسلم البخاري وأنا كعارين وأنا أدل هذا أحق بدنوي على مذهب جمهور الفقهاء والشافعية دي حنابلة المالكية دا إنه فاتح واجب يسوع ويكون واجب يسمى أمومك يا إمامك يا منفردك أنتم بكون واجب يسوع على تفصيل سيأتي إن شاء الله أصل كذا أي واجب يسوع إحنا بتوجه حيتاجين فاتح ما واجبته قراءة ما واجبته فرض كواجب يو القراءة فقرأ ما تيسر عليه من إذا قراءة واجب يسوع روح وحالها من القرآن لي ماد أما فاتحها النقطة أما مدها متانها النقطة أما إن شأنك هو الأبتر كليها الوقف أما ثم عبس ثم النظر كليها النقطة روح من القرآن لبوش كلية آياتنا الله كدقي أي واجب أي تغيين فاتحة أدلة واجب سنة أدلة سبحانه يسمعها تغيين فقرأ ما تيسر منه ودليل قطعية ثبوت كيسو يدلال ذي سباء هذا يصير تهي وحونا كسية تخير لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أدلة لمتك السنة كي مدنا وأدلة ذنية من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت وحي النسخ إذا التخير القطع في الكتاب التغيين ولا يجوز نسخ القطعي بالذنية قاعدها القاسة يقول يا حنافذ وين أصول شو دفعنته وحي التغيين فقر وما تيسر محل غيره وآيات دانسو آيات قرعية ما ثبوت كيدوها وآيات قرآنها دلالة ذو المعضة من سمي وآعضها هو قطعية وولبا ما حيكو سيسي تخير قرآن كداري الضبو من سورة الفاتحة إلى برب الناس ميشان دونها دان كم أقون وحون كآخري إنه يقول فلانتاي تخير كسيداس أها فاتحة لك عدي أحاديثي فقرأ أما تيسر أن اسكو قين الله صلاة لمن لم يغرب سو اجتبت إذن وأحاديث إيا دلة ذنية ثبوتا ودلالة بالتغيين الدريسة محوهاي بشيء قطعي هذا بمركو حين نستخدم الحكم المخير حكم كالتخيير كأها فقرة ما تيسر منه كجري بين نستخدم مركا سيون نستخدم وحيفوص عينتين وي قرآن كي هل صورت بي واجب كي يجو حكاً روين نستخدم ورانا محوهي بحثنا طيب باب كلما إيمان كرت ذي خاصي عام خاصي عام أيوة إحنا فوش أمطر الخاصي عام وأسكو أود بل قد يكون العام ناسخا للخاص أكتوضة وقد يقدم العام على الخاصي مركا أيوة وركض وباب جوني أوي مركا الخاصي كدو لهيان الخاصي تاجين ها وحال مركا كو قصبان تهدو وادو ان لو يراه واي هاي القران كلو بدن هدا عقيده مشرط با ان ربع الدينار دير الرحمه كان غوينيو شرط ما لكن هو واجبيه
طيب نبي قطع في ربع دينار فساعدا وحديث كي مطلقة وفي سياق ثبوت أول إثبات وحمومكم أدري لكن الناس كانوا حلولي فساعدا وحنقربنا وفي ربع دينار فساعدا أي فزائدا بل وجدنا إيه حقا ساعدا اسمعنا طيب لكن وقيمنا يا عمومك إيه النفي الصحيح النفي ما ميشا كجرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع ليل فساعدا حديثك ورسوله في سياق الثبوت بؤها ربع دينار وكلقية إيا كبضا بوال وقوينكرا لكن حديثك وحكادي ذي فاتحة لنا تقول قابسة تحالي ولنان فاتحة آخرين إيا وحكا ديرا على صلاة كما أصحيسو نفي قاسا كينا يمرك إبطالك نكي كبدا واي فاتحة كبدا واي هذا تقول قابسة فساعدة بلا معنى إنه قنيسة محي فائدي سي محمش الله كيناي جملة بران كفيلة إيه نقول إذا هو الشارع منزه عن ذلك القاز مركا ابطل كسب بداية حيكون رزقنا على اقتصار شرط هاي نروح الدينار مكو ربع الدينار حضك بس اللي قوي إن شرط هاي وحتى ربع الدينار ونسبة مكو قوي إن زيادة إن حكم كذا لا أوكي يا فساعد مرقى معنا بفائدين هذا الفاتحة كله يتقوى صحيح ما تفيد شيئا ما تفيد شيئا إن مرقى وقت سيئان لغو قابسة ربع دينار كي شارع دي الدنيا حقاس ربع دينار عانت اللوغو يي وحي كبنا كباسي دران وي حديد كاس باب الحدود هنا أنا وحال قولي فاتحنا وواجب وح كبنا وواجب وقرانا هذا الله والله لم يدون كتكتنا وبطلا فهذا كتكتنا وبطلا هذا هو حكودر ويدنا بطلا مركوا الود بي حديث جفر وقرر فهذا إنه أولا هي حافظك نبتك أقب حضي مركا إن لي جماعة من السلف باقبة والحق معهم أيها وشكرون تاي باب فضل فاتحة الكتاب أحمد بن حنبل ابن عيينة إيو جمهور أهل العلم عفوا ابن عيينة وحكو فصيرها يان حديث كان وعوخس يان منفردك يان إمام كيليه هذا الحديث وللإمام والمنفرد إمامك أصوح على قرب هذا ينوف فاتحة الآخر وأوسا كتاقين منفرد كن هذا واسدة أما مأمومك وركز هو إمام دونا رأيك أمرك تفسيرك حديثك السدة أحمد وحكو فصيرها ابن عيينة لكن من حيث مسألة فقه أصل كمالكية أبابك أصل وقع لكن تقول حديك أنه كهل لنا باب فضل زهر بان أهري عفوا زهر بان باللابي إن حديث كان لقوء أوله بالإمام والمنفرد ابن عيون أردقي سباق الراعي أحمد وزن أردقي سباق أياك الراعي باب فضل فاتحة الكتاب فاتحة الكتاب فضل قيضه يا خير بنيده أخبرنا محمد عبد الله بن وارق المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم الكوفي قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الحنفي عن عمار ابن رزيق الضبي عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ليلى الأنصاري عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن محمد بقراب المادري محمد بأدر محمد عبد الرحمن بن ليلى عن سعيد بن جبير عن الأسد عن ابن عباس قال وحور بينما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفديه وعنده رجل يعني النبي محل له جبير رواية تقول بينما جبريل قاعد عند النبي معناها ساك قرح حسن بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع النقيض ساسا كيمد حديث الرواية سقيبة كاملة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر وعنده جبريل جبريل أولجه إذ سمع النبي حوم مقلي أما جبريل مقلي السمع هذا زيك جبريل أو أنه قن كرتان نبي كان أو أنه قن كرتان اسمه الجديد سين لبضه مقلين بعد عكرت إذا سمع وحوم مقل جبريل أما صوبانه نقيضا تيق تيق بمقل نقيض كو واشن قرده حبناها شو البوح حبين لي الباب ما كله فرو ماشان فصح هذا شن قرده إذا أيام نقيض كله إذا هذا الباب هذا ما كله فرو يروح مركو كعي حبناها شن قرده كيده شيء كسته مفصل يحبين لي مرك الله فرو أما ودقاق شن قرده كبعض النقيض كله يقانه استمع وحوم مقل نقيضا شنقرب ومقلي فوقه أي من فوقه واحد كله عديس كركيس عركب الباب لقفوري الباب كتشيق ذي سيل الليحيي اما لو كسو دقها يبين مقلين صوبان جبريل امام يتكوض فرفع جبريل جبريل باكر قال يبسر وارق سيل اسم عركب وفير شيء فقال وحويد
مركا النقيضك وصوت الباب إذا فتح على تعبير النووي صوت الباب إذا فتح الباب كما كان لفرده وقيشان قد كبح على النقيض كالليل هذا فقال وحي لي هذا باب قد فتح من السماء يقول البورن هي هذا باب قد فتح من السماء والباب عرك لغا فري ما فتح قط ولي لما فري وحل إشارنا واشنقدي قال وحي لي مركب فنزل منه الباب وحكسه دقي ملك ملك بكسه دقي فأتى النبي صوبنه إيمد فقال وحي لي أبشر بنورين أوتيتهما وحكب شاريستا لبا نور اللغسيي لم يؤتهما آن لسين ولقد نبي قبلك نبي كهري نورك كوبات فاتحة الكتاب سورة الفاتحة وخواتيمك اللبان وخواتيم سورة البقرة هي بقرة دمات كذا جمع خاتمة لم تقرأ ما أخرجت حرفا أو منه منها كمذا فاتح أما خواتيمتا منهما بعض النسخ دقا يعني منها بعيد دقا لم تقرأ ما أخرجت حرفا أو منها أي من سورة الفاتحة إلا هذا أخذ أعطيته والغسين ثواب كيسي أجل كسب والغسين أما سؤاشي بريد بلغا أقبلها وهذا مما يدل على فضل سورة الفاتحة سورة الفضل قال يا هدنا لوحي ري الصلاة دي أصحيد دي وعلوستها علومة ونبضن قد حيقا بان أفضل سورة في الكتاب إني فاتحة تاي كما أن أفضل آيات إني آية الكرسي تاي باب تأويل قولي تعالى وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تأويلك أي تفسيرك تأويلك محون غدا إصطلاحات فربضان بكوي مادة لبما عنهم بي عربت يقاني أن هذا كور من نوع من إصطلاح معنى كوبات وما يقول إليه حقيقة شيء شيء وحو قرنا ما ندونه شيء وحو قدن بين دونه تأويلك ولي هذا ما ينتهي إليه آية الأمر نبي الله يوسف مرك أبيه والد كيزي ولا إليه لسوك رمان ودونك نبض نقضاء له شيء مصر أي لو ريقين محور هذا تأويل الرياي من قبل قد جعل ربي حقا يعني وحي أن سميي مريهيسي أما وحي لغوشة ميشكو انتون دونه نبا وحكو رسالك الصوص عضا وحا قرفيسا وحا أي وحا إن الله سميسائي وحودعان شيء مرك اللي قارو دعو حدي هذا تأويل ما سبق يعني ما ينتهي إليه حقيقة الأمر وغاية والنهاية التأويل كوا ليلة هذا تأويل كوا حكوا ليلة هذا التفسير بمعنى التوضيح والبيان وأنا تأبضا عند كتب اللغة هي كتب التفاسير المجرد الطبري يقول واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى واختلف أهل التفسير في تفسير قوله تعالى وجد التأويل والتفسير أما وحقيقة الأمر وما يؤول إليه قرآن كيم بدن حكاها الله دين تلنا عديسي إن بعثي إيا نشر إيا حساب إيا لك الدقاق أولاس ما لنك لقاري قيام الله تقول إهوش سيدة أدعى بحنا إن تأويل الوعد والوعيد هذا الجوغة إلا نوى البوح ربي وهينا ما لنك قيامه لهاية نوى البوعيد كسنا ما لنك قيامه لهاية مرك هذا القيام يوم الجزاء وحنا له تأويل الوعد والوعيد حقيقة القاسية تكتير معناها صدح هذا الله استعمال ومعنى استلاحي وأصوليين المتكلمين أي كينين ومحي وصرف الظاهر عن الراجح إلى المرجوح لدليل يقترن به وإن نصف يدليلك لغل لحيو ظاهر كيسي لون لحيو شيء عن ظاهر كاين لكن دليل مركا يكلفي ليين وصرف الظاهر عن الراجح أي عن معناه الراجح من حيث الأصل إلى معنى مرجوح لدليل يقترن به أما دليل عقلها النقضة أما دليل نقلها النقضة أما وكاسا كاس مركة تأويل كاسي هدو الدليل ليهين وتأويل مقبول هدو صن لهين ومردود وي لأنه هو مخالف لظاهر هنا مركة وحلوجة التأويل بمعنى التفسير باب التأويل قوله تعالى أي تفسير قوله تعالى وي. ولقد أتيناك وحانك سنة سبعا تضبانك سنة ومن المثاني قرآن كالسوع العشاء أما قرآن كأمان تحنبار سنة من المثاني ومن مثنى يكيم ذي من الثناء بالله كينيب والسكوهية أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن الأنساري قال سمعت حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن يحدث مركع حفظ بن عاصم وعروت عمر كفر عن تيوي يحدث عن أبي سعيد بن معلى أصبح حديثك كتب عن أبي سعيد بن معلى وأنه يكون مرة كتب الأصول الرازي بيضاوي كتب الأصول مركع مرة أيان باب الأمر أمر كمطلقة هل يقتضي الفور أيه
علاقة الوجوب يا حديث كان يكيانا ودلي شدان وحين أوتيريان أبو سعيد الخدري وخطأ أبو سعيد المعلى وينك أسكر حديثك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به نبيغا صومري وهو يصلي أسوغو التكاني صلاة كجرة فدعاه نبيغا أييري أويري يا أبا سعيد فصليت وانت كذي رواية واحدة كولي فدعاني رسول الله فلم أجبه أسقع عدي نبيغا أييري بوري مركز صلاة صلاة بان كجرة يان له لواي صلاة ما نسكوتي طيب فصليت وانت كذي ثم آتيته وانوتي رواية كالي فلم آتيه حتى صليت ثم أتيته ومتج النبي إلى أن سعد لما يستمر كان لما يستمر النبي الله لبيك وسعديك مرحبا بعد النبي الله وديه فقال النبي بحوري ثم أتيت كذب أن تجي ما منعك أن تجيبني واستفهام إنكار وي محاك ودي ذي أنا ذي أجيبته محاك وقول دعي وأبن كلها الله صلاة بكوجري إن الصلاة كوجري توما أركز وأنا وكم مريم ما صلاة بكوجري بسعونس إن الكوجري توما أركز يا ماك بن كلها الله قال وحور السحابي كنت أصلي النبي الله وتكنهي قال وحور تكشد أكاذيو ألم يقول الله رب ميوسن لهن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا واستفعلوا لكن بمعنى ليس على حقيقته وأنا أقول يا منفسرين بمعنى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا أي أجيبوا استجاب وأجاب وأسكم عن إليهن استفعلها بكت ما عدوا لكن أصل كيد الله استعمال واسدة بيليهم أصل وحي زيادة إنه معنى الإرادة كنا سينك إيا ماشا همزادة الله إنه وح كرديان بيه لكن هذا وحما كرديان بيتاقيين استجيبوا أي أجيبوا ويكاد قان طيبا إن بضونا إياه كاملا استجيبوا أجيبا لله إله يالا وهو قان سمئي وللرسول الرسول قيسي إذا دعاكم مركو إذن كيو لما يحييكم وحيدا نولين إلا قلبك نول باهاني مرك آيات داس عام كيلا أكو حيوي حقيقة كماري إذا النبي محمد حبرها هي كيفية الاستدلال بالنصوص الصحابة دي أيوة الصلاة كجرة حتى ونقضينها يا مرك يكسب بحاننا ولا الله الله يا وحال إذا آيات دا حقيقة كماريسة نيانا كويرين هاو دي يدي إلهي ميوسن قل لي النبي محمد دو كوير أجيب هاو إيدي صلاة بد كجرة محدي أجيب ويدي حقيقة لو كوالا قالينا المصلطة هاي ينا صلاة كجرين ينا المشغوشن تاي مرضى وحال استجيبوا لله إذا دعاكم وقد حصل الدعاء وأنا قوي ولا مالك مرأة يدوي طيب روايك الحديث كولي هاي وحديثك خاصة أبي هريرة أصنع عنها سوى كوي مذ وحديثك أبي من كعب أصنعه شقر سطيل لفتر كيوت وصال له النقدي مركز وحول أصو أبي مركز نقابك له النقدي لا أعود إن شاء الله نبي الله مرضى ما أنقن ما يضان وكجرى إيه وأنا أقول أجيبها يا مركوين اللي زديبها ده ما يروس عابي كم مرة نسكي بواي وحيود اللي شان أصولينتو حديث كاني وحيود اللي شان الأمر المجرد يقتضي الفور وأنا حديث كعضوي محايل استحابيكو نبيكو وا أجيبي أمر كان ووفر طومي لكنه بتأخري سوصيدا أما نبيكو تأخر كبه دي دنيا كوها استابا إذن الأمر المطلق وحكينها يقتضي الوجوبة والفورية معا بيؤد الإشهدان حديث أصولين تقبل رأيك أساقا قال نبي حلو مركة ألا أعلمك ميانا كبرين أعظم سورة سورة مدى أوين في القرآن واحد كوليبا عديسي في القرآن سورة أوين القرآن كجرت قبل أن أخرج انت ننكبح من المسجد مسجد كالنبي كجر قال وحوري صحابك فذهب النبي حلو دون اللي يخرج قعنت النبي وقبتيب المقاسان دقاغن حق الباق ودقاغني نبي مركة شاكك لي هذا الكلي ورئيسك لي بريدين بالنبي قال قليب ورمرك يوم مساد كبح ما كبقي أنا وحام بلا أن فجعلت أتباط أقول لقتي ما دبوا هي نبي الله نبضوي ولا في عيني مركو حن كبقي ونبي نتويه المامو إن أصون صورد أي شيء من أوبه ونبي مرك أي كبرتو أي بلنقات كي وحنا قدوا أنت لا مسد كبح حمام كوش جاي أي مرك أصلا حيوه لقتي يرجي ذي ون عج عج شيء ذي مرك النبي يقول إيش تيجوا أيوة الباب كل بده وياه يا النبي الله بالله أنت أديق هذا إلا أنت ورموقت النبي هو يدارك وياه والإنسان هو فذهب النبي وحنط وحوض رسول اللي يخرج إنه كبح الباب قلت حيا رسول الله قولك أريد قولك يعني وعدك بالله قاعد كاذبا ربا أما أن نسيت قولك قال النبي حوله الحمد لله رب العالمين وياه وحديثك النبي يقول سي ولكعة وهو ساس دب أقول دقي إلى أو تعلى يسترو حوحي إن الله شيبه هذه شيء دبل وودي يوم أقتل قيمة كل يوم ماي
لكن حد يحبو سنك لقامر مريء ولو ولا عسده وحاول يان واتكود قالمي طيب مركا ترغيب للخير بنبي مركا وجهه بعد ذكرته الحمد لله رب العالمين ويسطور هي أيضا السبع المثاني ولقد أتيناك سبعا ثم ضمغ من المثاني سورة الحجر سبعا أيضا هي السبع المثاني قرانكو السبع الطوال المئين يا مفصل يا مثاني بالواقعية أفرتا وحد باللوك الجبية قرانك السبع الطوال ومن سورة البقرة إلى سورة يونس بقرة يا آل عمران يا النساء يا مائدية أنعام يا عراف إيو سورة محوها أنفال إيو توبة يا يونس وليبا أنفال لحظة لقصها أما الله إسكوقة بتطوبة يا أنفال كسورة لقصوها يونس انت سوح لغنا السبع الطوال لو يقنا قرانك انت يستكالي وحلو يقنا مئين إلى سورة الحجرات لقى قارها مئين بالي هذا بمعنى هو قرآنك بقول آيضوضا أما كبضا إلا بقول بحنين بقول يا كبضا أما بقول واحد لمن أما كدوي مئة آية أو زاد قليلا أو نقص قليلا يحلو يقنا قرآنك مئين بالي وقرآنك ما يشو أم عوين يا عوين إلا سورة لها إلى حجر الله سوق قال سورة يرى يقول بقول أن كل وين باجر وحتى كنت أنا بحين إن أن بقول ده إلى س لحدا أما تضبطا ملها تجاهي وحلا راعينها يا قرآن ك مين تقول راعينها حجر الله وحلا قب الله وحلا يا ده أسوق المفصل بل يا ده سبعة أسوق حجرات سبعة لو يقنا محو أي وذاريات مسوا حد يجتن قال فما خطبكم قال فما خطبكم صبع جزء كذا إلى قسم علي إلى هوس لود وحلي هذا مفصل بلي هذا المثاني ذو صورة يركع الله أكبر تصورة هذا أيام مثاني الليل هذا سلا وأصل وجود اللي بدوله لكن هنا سورة الفاتحة نبي حوله هي سبع المثاني ولقد أتيناك سبعا من المثاني أي ذوي تضبع للسوء وتضبع أيضا صورنا قنوقته الحمد لله رب العالمين إلى ولا الضالين مالك يروح للسعل يا شنقر طيب يعني شن لو تنقر بالوجه ذا الصلاة دي شنط وقتي بيصون نقون هيا الصلاة دي ظهر أفر قرب بيصون نقون عصر كأفر بيصون نقون واسديت عشية أفر لبيه طبعا وحقدر تا شنقر كلي تضبيه طون قرب يومي يصون نقون هيا ما كي أجر تاي هذا سنوي أنتو كتاه ده بقول الله قرب يصون نقون السبع المثاني سأسألوك الذي سبع جاز أوتيت لإسيي والقرآن العظيم نوايدا قرآن كوين نوايدا ومن باب عطف الصفات على 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 بعضها وين لا من باب عطف الذات على الذات والشخص على الشخص شيء ما وصفك صفات كيسو أي الله عطف أي سورة الفاتحة أي الله وصف لكونها مثاني وكونها القرآن العظيم مرك أيدوا الله عطف الصفات كذي ما لا بشيء كدوان هي سبع المثاني الذي أوتيته وهي القرآن العظيم الذي أوتيته إذا فاتح لفتر كذا القرآن كوين لا يسيئه لا القرآن كمعدسي حديث كان يحاكو جرى الاحتجاج بالعموم وحد لي شدوك العلوم دي أورنجرتي عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال وأنا حديث حق بدا مرقى قاعدة قد قال لمن قرافي يمتقى العيد قرافي نقول يلي ما لازمه عام كوا عام في الأشخاص مطلق في الأحوال شافعية بلان بقى يرجحين تجدون السبك جمدين اسنوي محو هاي تقيدون السبك باجدين محو هاي محو هاي الباجي الشافعي وحاسو دنبا مركا وحيكون راعين قرافي دغ عيد الرقان يرنا ويكن نقاشين دغ عيد بتكزواق الدنبا وانتو ذي مذهب في قرافي بمعنى نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحيه سبحانه وتعالى رسولك هادو إذن يرى أجيبا عموما في الأشخاص وانها إنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا إذا دعاكم لما يحييكم انت صوام حي وأوامر كل عيسى مسلمين ته النسكة مسلمين تهران أي سوق لها المرن ملها نهو البقو النبي يرى النسكة إنه تابا وحكم كاتابا مرن ملها لكن حال ذي حالة الروح وكسنا الله يري وحادع كرتين المريض هاي وحادع كرتين صلاة كجرة وحادع كرتها هل عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال حديثك وحوم دليل هاي
عموم الأعيان أو الأشخاص إن يكل لازم سؤال عموم في الأحوال. صحابي أبو سعيد بن علاء وحكوجر الصلاة كونوا في صلاة وحاله كونوا في غير صلاة وحالك له. طيب إذن نبي مكلا قادم مربها دان كويري محاد يسوم أقدوا يمعنه أن العموم في الأعيان وأذو أعيان تركمتها يستلزم العموم في الحواء إن كنت في صلاة وي حالة صلى الله وحاول عمومك وسوق ليسا تأساس سيمرك أدلي شدان ودليل محاد محوجين يوي. طيب حلقة أبا سعيد أصدقوا إنه تأولي أن حال الصلاة خارج عن العموم إنه تأول على غيها با. أما أوزي النبي وكجاري هوشان الله إما وصادنا هكبحين أما أوز أركي نبي أجيبيد سلا أجيب إن ساد كبر يسو وقالوا وحين راجحين إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إن إسم كبر إن صلاة إسم كبرين حديث كان يقدر يشدان فشابعيدا هوش هذا أقول عليا قضية اللبتر كذا وحيقة أبي بن كعب وصلاة كجر أيو نبي إيه ري حديث كان بغرير وتقرن إسم بيلا تاي. طيب مركز أسوقنا صلاة بردم إيسا كذب وقتنا نبي سيدان وقال الله عن أنقي ميادا آيات المقلم بالي نبي الله وحور ويقوه سبح ضي وان مقال إلهي وإلهي استجيبوا لله وذن الرسول محاق ودع عبالي قال حور نبي الله الله عبد إن شاء الله مرضى مونغون ماي لكن هذا كذب بينوتها الله ساك واحد ضمي وي أسوق سازو سدي بي نفس الشيء حديث أبي بن كعب من حديث أبي هريرة. المهم أدلة وكجرتها حديث في قيان مثلا صوم الرؤيون أمر كوجوب كيان حق النفور يدقد كيان واللود لشدة وحق واللود لشدة إن مرك الله تفسيرها يو قرآن كأوضو سورة الحجر مريسو ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم اختلف أهل التأويل في هذا الآية وحاسك الجوجي نبي محمد بفسره ولا كلام بعده سبحان ما هذو فسره ورك كذا إسكج سلبك تفسيرك إسكشج من باب الثقافة والعلم أشج لكن تأويلك هي تفسيرك سبحانه ما بعده تفسير لما نوقعنا إلا تعليق لقنا ضبطه ممنوعه. أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل موسى السناني عن أبو عن عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله الأنصاري عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة توراة إلهكم مسود الجنين ولا في الإنجيل إنجيل ربكم مسود الجنين مثل أم القرآن فاتحه وحلا مده وهي سبع المثاني وتضبط صنغ نقطة ما أمان تحبارسا وهي مقصومة بيني وبين عبدي وحلو قيبيي أنا أدونك أنت كده حيزا ولعبدي أدونك أنا وحوض ما سأل وحي ويديسته حديث كان علماء بضم باوي الروح كوير أنا إليه محفوظ كحوي ينحدث كيان حديث أبي هريرة أن أبي بن كعب ماشي لقول شيئين وحديث كون نقض عبد الحميد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله مرك أبي بن كعب إن ماشي لقول شيئين ومن حديث أبي هريرة عن أبي لقده وخطأ بيليهين وحان كقف عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله الأنصاري وكقف بيليهين سيدا سي مرك مرايا وحين أقول بشيء النساء الترمذي وكما رجوه ريب بشو أن صومر صدح كون ألب وقلواتنا جامع زيد عبد العزيز بن أحمد دار وردي بخلاف سنة أصبه وحديث كورنها يا وحنا كقاتي على من عبد الرحمن بكقات وحنا كده من حديث أبي هريرة لا من حديث أبي بن كعب أسجد دار وردي أنا جماعة من الرواة باكرة عيسيدا إلى اللح باكرة عليه جماعة ستة أسجد إيه شنكلة يحدث كحكوريان إن لقاده من مسند أبي هريرة أن لقدرين من مسند أبي بن كعب القاسم مرة، لكن وحال ليدي كل جيبا ليمد كل إذا ليمد ولا سكدم يمد عبد الحميد ولا متابعيه وحام متابعيه وليد من كثير وليد من كثير باكر راعي كما ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك صفحة بقول طبني اللح الإمام من عبد البر والحافظ من حديث فتح الباري وحي حوجيين روايات عبد العزيز ومن تابعه دار قدن وحور رجح أسوي عيل الكيسة مجلد كالسقالات صفحة الطبانية اللي حسيحة الوجهين وهو صواب صحابين يحكى لوريا وابطنيت أبو هريرة إن مرنو عد يحديد كالروح وكقاط أبي بن كعبة مرنو اسكردقاء لو دعي جرتين نقع عبد الحميد بن جعفر نوانين ثقاء تابعه وليد بن كثير لبضوضة وحوريين أبي هريرة عن أبي بن كعب جماعة لحنا وحوري سي أبي هريرة عن رسول الله مركة وحلا مكينة
صحة الوجن بدارقون الرجح في العلل وهذا هو السبب النسائن وحن مدائن وحجنيه سدى أيضا. أخبرني محمد قدامة بن أعيا الهاشمي قال حدثنا جرير عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان مهران عن مسلم بن عمران البطين مسلم بن عمران البطين كله يا قانوي عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس قال أوتي النبي ما بقى وحال سيه سبعا تضبع لسيهم المثاني كوا صونق النقضاء الطول إعدادير الطول وجمع طولة سيدة كبر أي جمع كبرى كبرى طيب صدق وجمع المحوه أي كبر أي طولة لو جمع يا طول الطوال لو رواية كتمت طيب أوتي النبي نبي عليه سبعا تضبع صوردات ومن المثاني الطولي صوردها إعدادير كمدة إلا سوء العليا أما أنت قلت لي عن مركة تضبطاسي ابن عباس صوح وقف السرها يا تضبط أن صومر سورة البقرة إلى سورة يونس يقف السري ونبيه تضبط لسي تضبط على دير نحو جيدها هذه سورة على دير مركو حق السري فاتح ماشا كسارها يا. أخبرنا علي بن حجم ياس السعدي قال أخبرنا شريم عبد الله النقع القاضي عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس في قوله تعالى سبع من المثاني قال السبع الطول مثاني ذو واتضبار دير تفسير كامركة وتفسير اجتهادية ابن عباسنا الليمد جماعة من الصحابة نقوى عبارة سيدة أيضا والسبع المثاني وحينه السبع الطول أو الطوال سوار دير أحكام القرآن كالغفة فايئة أحكام التشريع قضيه معاملاتك حدود نكاحي فرائدك لقها الله هي حقوق دي درس كي وحول بابا أو القرآن ك مدح حدقي سبعة لكن السبع المثاني هي القرآن على النبي حكوفة سرفات حكوفة سرعي أيون أين يسوق قال من باب الاشتراك في العلة اللي مدي ذا هي ثنا نوالي مسلمين تنواع العليا وكنت كذا حكم كذا نوال غرق ما ولا سوع العليا مدي ذا هي لكن مقصود ككوباد وسورة الفاتحة تفسيركم من عباس شغينا وتفسير كريو وصلى الله يمن لكن صحابنا يكون راعين نمنا يكون ديدين طيب أصيب من عباس وحكسه من حديثه رفعيه بعض العلماء لقر رفعيه أصيب موقفا لوري من أخذ السبع الطوال فهو حبر تضبط صورة عدير ننك برطة فقه وذفهمة علمه كجرة وعالم هذا سورة البقرة إلى سورة يونس أحكام تدم ميل سارتو قرآن كحكم كيس وحير بابا كود منبا مبادئ أصولي عقائي توحيد مويني وحيك فالي وحويا توحيد عقائي نوحة كبر نيسا سورة أنعام هي عرفة كبر نيسا أنعام سورة كحكم بدا توحيد العبادة إن لا شرحه مشركين الله تكفيري مجر القرآن سورة أكلوي توحيد الطاعة والحكم من سورة المائدة كلا بحيسان مسألة الولاء والبراء سورة طوي أنفال بحيسان أحكامتك هذه الحدود دهين ذلك لا بحضرها. مركو قرآن كي إنتهى نكبر برضو وحكة لما مبجرة. سورة يونس هي هاي أيضا وتوحيد بأبضان تهي أحكامة مكي سورة مكية أحكام تضبع شرح إيسا السورة المكية أحكام تضبع عضين إيسا مركو قرآن كي يوارك سورة حق المدنية حق النقاب مكي أوها الله إيسا هي سورة مدنية أو أحكامة الأحكام المدنية أو أقيين أو أسكوك هو بنوي مركة من أخذ السبع الطوال فهو حبر نساسة مركة اللو يلي باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به ترك القراءة خلف الإمام إمامك قداش سنة القرآن لآخرين فيما لم يجهر به وحيانا للجهرين قراءة سنة قراءة سرية سنة مسألة سرية طيبة أن جهرية أي سنة هين إن القرآن كان لآخرين إمام بمرها دكور تاقية وضعهم مأمومتها إن هذا القرآن آخرين خلف الإمام وإن لم يجهر بالقراءة بأباب يسا الشيخ وباب الغد قال لما أردب بلان باب كان كتب قونية اللي قال لي في أحناف بأسكت جبطي صاحب تحفة الأحوذي كتاب قيمة بضان واللغة أردية وكوك قريب وليه تحقيق الكلام في القراءة خلف الإمام كتاب وين وقيمة بضان ويوه من أجمع ما ألف في الباب وي صاحب تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي لغة أردية كقرية وإذا دمبا مركا أردية أو سعودية جوا جماعة أم القرى وحكدها أو أردية أو سوق باكستانية أيا واجد دمبا ترجمة أبدالين
لغة عربية تلقين بضموي لكن وي وحولي أسوق هاي الإمام في الكلام على القراءة خلف الإمام وأسوقنا الضبع إلى دور بقوله بيجع وإسكوبة بين حناف محجين تودي يفق هذا ودي أي ماذا سيد ذكر مثلا عادل فوق مرحيوي مرك الله خلاصي شافعي ذو أيام مثلا أو طرف حنفينا وطرف مالكية حنابلان وحال متوسط أن يتغيين مذاهبته مذهب أصحاب الحديث وترمذ الجون أصارين وجرة وجامع زمركم مرة يحول الجمهور أهل العلم سدنا يمرين وأكثر أصحاب الحديث سدنا يمرين وكلا قال أصحاب الحديث الجون وابن الجون أطمن ترمذ الجون أدري شافعي وحي تغيين هذه أدم أمهم تهاي يهداد إمام تهاي يهداد كليات وكليات كان يسبب الله بجوربة صدق جوربة مرنما فاتح كان ولا في ركعة قاعد عمش أما صلاة عشية مغربية فجر هالنقطة قرآن كلا جهراي أما صلاة قرآن كلا سريسون عصر يظهر هالنقطة أما إمام نقو أما مأموم نقو أما كليات كي مر والبوح على جربة سورة الفاتحين الأخرى هذا كتكتنا بطل صلاتك هل مربان كسر بين مرنا وحنا نقول سر بين بالنص والإجماع مرنا بالضرورة الكلية نيجا أسوأ أن فاتح أقول إن كري كرين فاتح وأكرد عيسى أذكر من لوجود بدالي ويدهن نصب أنا عدي وحنا نقول كسر بين النص مع الضرورة لا واجب مع العجز وهي طيب وحن كانوا كسر ربينا ننكي سوق الإمام كوركو عصن صلاة دي بقى لقاهر قال الإمام كوركو عصن باتكو حرطي فاتحية قيام بواك هادعين إجماع وان عسكنا يدهين إيوه أحاديث بابك كوي يمد إيا أثار صحابه لبدا مثلا وحن كاهين ننكي فاتحة كتلا يا ويله ويده مركز هذه بطلوي شابعي وركو ضبنان كاسو يالا أحنا بوحيدين فاتح قرآن كي كميتها هاي فاتح قرآن كي هلقى صاري فقرأ ما تيسر منه يتضبع تآخرده يتضبع يصمع عباس آخرده يمدها متان يا رأيت الذي وحاول ويكفي قرآن ما لقرب أقل ما يطلق عليه آية واحدة كوفلا وإن قد تكون من هاتك كذلك أن الإمام قفال الشاش سيدو إمامك محمود سبكتكين إن إمامه أرديئها وقليها هندية إلى أفغانستان يروكم باكستان قالوا قد قلم الجري واجد قرن جشنا تقريبا أما أفراد ملاحظ صوبحي أصنات أقر جاري أي فقه هذه سي قداد سي وحين نقدين أحناف بلوري قفال الشاشبة وحكحهم على نكن سنة إمامك هالجمع هي الدين تعالى كذي توسيي بقرد أدون كي حمانة خلافة إسلام كشجعني إن هذانا أحناف أيون نقدان علم وحوري محمود نمن كان أي مرة كوي فقهها كوا الصلاة دولة إلى هي كوا عبودان مقصو صابوري هابور حوري سلي أيها الليكين مقاري أي سنتي باللوكين نبيت خمرها الليكين برخمرها اللوكين دار قولي لدعوية بوليئة ويدولو تكدع روح مسكين ومظلوم أنا هلا يتصبر والله تصبر خمرها دي بكوة تيجت مركاسو سلي أيها سلي كدكت مقار سئينا مرو كدكت واقون تذي مركزه كحدة صلاة الله أكبر اللغة الفارسية لو حي قبان إلا تدمي كرو تكبير الإحرام إلهي باوي زاد الوقع لكرو إلهي باوي زاد الوقع لكرو شو ضيقي دارو دي حرس الورنجري محوها محوها حرس المغنميوها إلهي باوي باس زاد الوقع لكرو مركز حول إلهي باوي بكوك علي مركزه وحير تاقنا ذي مدها متاني بقران كأخرية بسم الله الرحمن الرحيم مدين فاتح ما آخرين مدهامتان وحكوه يسكوا خمر سل أيبو قبا سل أيبو كنت كان هيا دار مغصب ولا نعيبو نحستاق إجيب أيام كنت كان هيا ولا نحجي قرآن وحكوه لا إله باوي مدهامتان يبو قرآن كآخرين قريبو كرقو حي أم بلا طمأنينة إلا أن طمأنينة واجبتها ما قبان أيو بلا طمأنينة قب 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 سؤو ذي مركو قدام بيسي ما قان وذاتكم يلو حكوك يتنف بادن سيداي أتعز مركو دمييي أوسن ولي السلام النصن أيون ناف صدي ريح با يسكا كياني صادتوني برتما هين أحنا في برتي قوان أدو أتعز كسور دمييي هدي كاجر طوي كادي يا ناف كاتمادو صادة هو صحيح
بهل وين بو إمام كسيد داي أو كحماني أحناب نك إمام كي خليب كان وفيرن هيا وحوري هذه الصلاة فقائك وأئمتك من الحنفي مكونا دي علماء كده جنبوري خمر كوي جزن هيا وصلي أيوة كتب كان هيا مرخ نزير ضفار بحران هيا ومدهام مطام بصلاة كو أخرن هيا إلهي بوين بيكو قل هيا نيف بيسيد دين هيا وحوران كتبوك صحيح ما نمان دين محاوقين بان الصلاة صلاة الرب يقول دوان هيا واتن بوري حقا ما كان أوضع واجي دوحي كدن بكل وترحيل بغلط قال الضنب حنفي يقول الضنب حنفي والله واي شافعي يمحددين مماشي كاني انت صوتونا كربي والله تقول يا باشا ما وقتها المهم رئيس دين مايه حنفية وحيق وقبان فاتح قران كيان لغا سالي فقر أمة تيسر كجرتا هدي أتكليات هاي قران بالغا ربا هدا الإمام تاين قران بالغا ربا لكن مركز مأموم طاي وح قرآن لقى عام ربع حتى فقره ما شقى لي سدقيه مركز منفرد طاي فقره وما تيسر مركز إمام طاي فقره وما تيسر فاطعنا قرآن كلا جمع صاريخ را قرآن كيكتر سنتاي مركز لكن آتاي مأموم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة واضحرا دبنها كلا قادم ميسدوه إن سبحان الله يتلاوذ أذكاري آخر إذا مركز ركوع سجود زمويه وح قرآن لقى عام إمام كحلك كا قاضي أنا بيورك هذا خلاصة هو أنت مالكي يا حنابلة وخذوا منك الصوي خلافنا حنابلة ليين وحوي وجه مفصل آه وحيلا سادة سادة سرية تاعي إمامي ما مفتح على جربة إلا هو عندك يستوي مجد ما أفكم مارسك تاجي محمد شو تاجنا مر هذه سادة أي سرية الظهر يا عصر تاعي إمام يما أمم بوحي آخرنا يا فاتح هذا المنفرد تاني هذا فاتح على جربة لكن مركز مأموم تاي صلاتنا أي جهرية تاي كالعشاء والمغرب والفجر مركز أيضا ويكاد عيسى فاتح غير عادي دي وواجب كذا وحوي على استماع والإنسان مالكين هالكاس يكون بيشربته أصحاب الحديث حكس القوري عفوا أكثر كوضا نسك إلى ليه أكثر أصحاب الحديث ترمذي في جامعه باب كان مقوم مرأي حكس القوري أكثر أصحاب الحديث يقبان فاتح الآخري لكن في سكتات الإمام أما صلاة سريها النقط أما جهريها النقطة فاتح لقدتك معي مركز سريتها لكن مركز جهريتها إمامك وقرآن كسئات مقليسه فاتحين الآخري ممنوع ويتاقيني لكن واحد قادي سكتات كيسة والحرطي وقال حرطي دربوه حظامين توجه استفتاحة انت تصدقوا فاتح لك باللابن بعد باللابن إياك نعبد وإياك نستعين مكان مرة صادو كسي داي وضع مسلم وقال دقيسن مركو رمي آمين مكان لي انتو هدنا أصواتك الله بالله بعده إهدنا الصورة واتيوه ده هستقوني هدنا والله الضالي أدو قال هدو قادل كان الصورات كلي وضع مسلم وقال دقيسن وحاد قادل ويدهن في سكتات الإمام بات فاتحة قليزة وحيد النصوص طبضان فاتح واجب سنة في وجه لما قال انقروا آياتها يا حديث ذا كيم وإذا قرأ فانصتونا وهو العلس جمعا بين النصوص نقرأ الفاتحة في سكتاتي ونستمع له إذا قرأ وركاس زور أكثر أصحاب ورق روح سنوي هورس هلنا ما مذاهب تأفرت أيا كجر تبابك كادونتان دورت هولي تلان أيا ما هذا ذي قبان مع ملفقة صحيح صدون ذي لكن صلاة الصلاة أدعى لتوبك صحيح صلاة الصلاة أدعى لتوبك صحيح وعببرون هيان لكن أيها سيدة أمدتو كذان أمدتو كذان وانت أي سواء عدادك أمدتو كذان لكن منك سيدة السمعية صلاة عندما تبقى ومحيطها وصحيحة صحيح قبان وإنك جواب وايين لو أنه لازمي إن أروح السماء يستأذو إن أنا قبطين صحيح والله وكل الباب سأمت كذان ومثل الله أنت أي صوحي دان ومقاري دكتان ومثل مطان حمر كوي ستان دار مغصب لما آذان مركي كب حيان على مسجد دايان لكن نيك السداء السمائية أقصد دا سلاته عندهم وصحيحة مركي بابك وصاته اللازمية أخبرنا محمد المثنى أبو موسى البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعب بن الحجاج عن قتادة بن دعامة سدوس عن زرارة ابن أبي أوفى عن عمام بن حسين قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر نبي محمد بالظهر كتكذي فقرأ
وحو أخي رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى نمبا سورده كذب أخري النبي فلما صلى مركو النبي قلت كذي قال وحوري من قرأ وأكم الروح أخرين هي سبح اسم ربك الأعلى قال رجل نمبا وحوري أنا نبي محمد أنا أهوحي سورة سبح اسم أخرين هي قد علمت نبي حوري قال نبي حوري قد علمت وحان أغادي أن بعضكم بركين قد خال جنيها إنو إغجيتي إنو إغهيستي يعني ما كهذا لك الله روح دو كاغرف الله أسكاغرف هذا كذا كاغد من طيب هاو العام وضد كورنا أطال لنبي محمد أي ماذا كلام سوى هاو النبي خاص كو أهيد وهدي أسوق وصورة وضا الروح كالي سبك نحدي سرا أو جهن أو صورة أب الله صورة النبي كي استاجدت بل مركا قارب هدي النبي كدب تكذنما ويستقى بين قرآن كو أكان جري طيب رواية بمعنها كو يمد مركا ما هاو النبي خاص أهبا طيب وهوله وعكسي شياطين تو يظالمين تو يمجرمين تو مرك القرآن كيدين كلا دايو يهوش وضو كعلا نبي محمد ويسا أنت يحمان تعليب ومرك القرآن كيزي عبادة دعوة عاي وقال لك لاتك عاي جيني شياطين ميل بألا يان أنبي أولي إلهي ميل بأولا قاقا أن بعضكم بركين قد خالجني أي قد جاذبنيها إنو إغجيتي أما إغوهي سيبان دريماي مرك وإنكارو يوالودي دينها أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن زرارة ابن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى بإقرا طيب زرارة بن أوفى بصحة زرارة بن أوفى بصحة دائم ابن أبي أوفى من صورها مرنية لكن زرارة ابن أوفى وي. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر نبي صلى الله عليه وسلم ربوتو كذي أول عصر شك باتنقلي رواية هورانا مجزومة يهي رواية بلا شك رواية عدم الشك كان راجح هذا صلاة الظهر هذا بلو بنية ورجو أننا يقرأ خلفه قلاش القرآن آخر السنة هاي ملجه رهيامس وصري سنة أظهر ونصري سنة يهي لأنه صلاة الظهر قرأ لما الجهري فلما انصرف مركو كقدم من صلاة النبي قال أيكم كينبا قرأ آخرين وكما كيني قرا اخي سبح اسم ربك الاعلى فقال رجل من القوم انا نبي الله انا اخي ولم اريد بها ولم اجد ان سرد اخرنتيدا سبح اسم الا الخير وناقي خير ما وجد نبي الله حماري ما هي خير دون با وحبطا اسلها ما كان با تعدمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حول قد عرفت وحان قد ان بعضكم قد خال جنيا طب قال كان نبي طب قال يا هوشه ونينكي دا وكما داغن هي وعناني انكار وي طيب نبي هدي هوشو ربي حتى ينو أستروح ورنا مركان أنوغو وحاقمها يا قرآن يان الآخرين وحولو ودب إستوى كومن روح سودا أخرية يقول لبا هوش عيالة جوجية وحا عدي رواية دارا قد نبا حدث فنهاهم عن القراءة خلف الإمام دارا قد رواية تحديد كان مكورنا يقدرا مركا إنا يوحو إنكاريا ونهي هاي معناها صباح الضينا يا فنهاهم حكرب عن القراءة خلف الإمام رواية دارا قدني حديثكم مركا حديث سبقون وي مركا إمامك حدود لشنيا صلاة حتى هذه السرية هاي إن إمامك قداش سأن قرآن لأخي كريم لكن وحن نكو حنبار إن إمامك عجي ذا وحي فاتحة كسواري سلوة جمعية أحاديث فاتحة يعني ترك القراءة مطلقا ما إيه وترك قراءة القرآن غير الفاتحة قرآن كأن مركز أن فاتحة هاي مركز الصلاة الجهرية هي سرية ورنبا قرآن فاتحين ورتح كسكدي مرة الإمام دبتها جنتهاي، جو حديثكم مركز تلمام هاي، فاتحة لا بركيزه إطلاق إمامك وقلين وقلين كره لكن بأبغض تصوص عطة أي كاديد هاي، باب ترك القراءة وأدلة إحنا بدل شدنا ويا حديث كان حديث تمح كتر سينهين صلاة سرية يونبي جديد إن قرآن لقطة بآخرية، محل مداوي مركز من الجهرية وركد بجوج مركز ما بنان إمامك أقول فلان، إحنا أفتم ملها بكذب ملها بسهلا معها. وحي مركز إمام دبتة أجنت إلى القرآن جل وحي ودلي شذا وحي لأن من يو حالتنا مرن بعكتها جم النوى نسقوا فقنا هؤش أنا اعتباري يتحجلين بين مدن طيبة محي طاي وحامورن كتها إمام عفوا مأموم إمام دبتة أجن قرآن ما لقها مسمية نسقوا هنا مثلا أنكو إجمعنا بعد جتيدة وآه إمامكو هدو أسوق قرآن أخره يسدين بطلتها وقراءة المأمومين ليس أنفعين هذا ما منتظر القرآن كذا آخرين أو فاتح مل ولا لجان إمامكم فاتح هذا القرآن ككل وكتبه سلادي ثكور رميده وحلي وباطلة بالإجماع معانا سكوا هنا إذا إمامكم ما يسنا في عن
قراءة المأموم بالإجماع هذا نوح أشكوه هنا المأمومك وحأنفعيس قراءة الإمام خلاف بأن كو قشين صائغها مثلا إذا شافعية رق الله المالو ما دام ترى الخلاف صائغة كو قشين مده ورنا أدخلاف كديدنتيين وقطع أكتين أوي هاي وانا نقول أنه كنت أقرسلنا وحي انت تلسيسا أن العبرة قراءة الإمام ماشا وحال لقفيرين وإمام كقراءة سي القرآن كيس شافعية نمان ربي أرمي ويدبرون وحيد هيد صدا أيسا قراءة الإمام عفوا قراءة المأموم وحبا أقول تريني إمامك أيا قراءة الإمامنا أيسا وحبا أقول تريني مأمومك ويدبرون وحال لي وإذا قرأ فانصتوا ميلقي وآياي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وركان دمو واحد كبير ما آيات ميلقي شابه واحد قدير يعني إن لواش الإسويداريو دبلو على أحناف آياته آيات آيات بكورتمت أحاديث نواد ديدين أحناف قد كوا كجران وحيكو لو إلادين مثلا أنكو إجمعين قياسا عليها وحانكو إجمعين مسلمون إسكو راعين خطيبكم مركو خطبين أيوه لا قرآن ولا غيرنا لأقلي نينك قرآن أخرى يخلق بعض الكل على جمعين سنة كعطاي حق أجر أهان إمامك خطبين هذا العادة يوان يوعد يقرآن وذي وحا واجب يوم الخطبة هي إلا دقيستو بالإجماع حتى فاتحنا ما فصحنا وحفصحنا مجره وكذلك الإمام إذا قرأ القرآن ملقيا لي الكاس واجب نقوم بالإجماع نقيس في مسألة القراءة خلف الإمام تنمح علي إمام كالدقيس هذا إمام إذا خطب فلينصت وليستمع بها يا لسكو هاي تنوام حي فأنصت بالي معك لقضي دين ما يو خطيبك وحالي هلا دقيس وانا واجب نينك بتشلو يانا كاك عوركيس ولا فاتح مصعون إساتر هذين هنا أنا مورا كرابر كينتين بقى مرك احنا فرقود ورسهلا ما مرك يتقال ما لكن تضبي طبعا حديث بدل شدين ويباب كودل شدين شافعين طبعا حديث بكعيان بدل اسجلين ادل حديث تصنان شيء ده شافعية كحب لكن تأويل يا تفسير يا قياس هذا ما كان لك عيو نمان كان احنا بيض باكو حيوق لي مرك وهو اللي بدل دقال بدل قتا قيا باب ترك القراءة خلف الإمام وهو شكوك اللي بتي أصحاب الحديث أكثر كودل اسجل لي حلو دان جمعا بين معوهاي الشافعية والحنفية باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به قراءة إن لقطه إمامك القداش سوحه لجهر إمامك قراءة أخوانا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مشاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عمارة مقعيس الله إجازة عمارة ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة بنبي وكبحي انصرف وكقدم من صلاة جهر ولجهر فيها قد هذا بالقراءة قرآن ولجهر قرآن آخر اسكي رواية حديث كوليه عدي صلى بنا رسول الله صلاة نظن أنها الصبح طيب صلاة بنبي نتجي صلاة فجر أن فلها يني أحيد فقال وحور نبي هل قرأ معي أحد ما أخري متكين أحد منكم إنك من آنفة مردويت مركان تكن هاي وح قرآن أخرين مليدين قال رجح نعم يا رسول الله ها فقال نبحور إني أقول وحان إسلها أي في نفسي وحان ما أنتو لن إسلما كان تكن هاي ما اللي محالة هانت يدو محا يقول لعيو ونازع القرآن قرآن كالله يوهيسا قرآن كالله يقولون روح إيجا جيدا هاي قرآن كآن وذيبا روح كلب الله مركا آيات با إيجا جيد ميزبا marka inaad wax wadaan halkaasan ka dareemay way midkiin wax akhrinayo qaala wuxuu yiri qaaladaas la isku haya ma abu hurayra iskale ma zuhri ba iskale ma ibn ukayma le wa dagaal baan ba ka jira nima waxay dhahayaan waa mudraj min kalaam az-zuhri shaaciya marka calanka u qaaday oo gaashaanka daruur waxay dhahayaan waa mudraj min kalaam az-zuhri wal mudraj laysa bi hujjatin tayib nooc ma ahe الأصل فيما ورد في سياق الرواية أنه منها أصل كوحاوي حديث قدي وحي كوي مادة وقعدا حافظكو كباب يا غير كيبا مكي إداجة لنبا حدي حديثه ومدج وحال قولي الأصل وامحي أنما ورد في سياق الحديث أنه من سياق حديث وحي كوي مادة من بداية إلى النهاية وحا أصل إنو كمدي هاي
من المروي إن إدراج شيغة تايوا خلاف الأصلي دليل بعلق الربا رواية يمد باجر قال أبو هريرة رواية وحيتر قال الزهري والذي تكوها إياه طيال بعمبا كتاغن فانتهى الناس نبي مركو أمر درين كاجي إنكار كاس يكوه سيغاس فانتهى الناس وضكبا كهري عن القراءة أخرين تقران كالأخرية فيما جهر فيه رسول الله وحو النبي قول لجهروا بالقراءة قراءة من الصلوات وصلاتها حين سمعوا ذلك أرن كامركا كم مغلي نبي قديدة أوجد ما إني أقول ما لأنازع القرآن هل قرأ معي أحد منكم آنفا يحديث وراء النصوم العمام الحسين هولها أسمكين مغلين صحابته قرآن كي واجوجين قراءة ورنبا مثلا يحديث كان تحقيق يسيء يا إسكال هذا لك وحنقصه هرمان ترمذي صدح بقول النبي طبعا الجامع ترمذي الله والله أبطو نسائي وركيز هو بدن ياهي المهم حقيقة خصي وحاول نبا وحيد حديث مكين قاجم وين حديث ابن أكيم ما ضعيف مجهول ولا يعرف من هو نكرة حديث عمارة ابن أكيمة الليثي ونكرة مجهول هذا الكاسن وهذا الدقي تلقى لوسين من ثقة وإمام ومشهور ومعروف وين بل نك الجراحة أو يريدها ببانقط بوطايس كإلالي نك بانقذية وجورعه هفيرن بور إلان معتدلة وافقه aad waxaan ugu bogay wiilkan yarkay asaga ay saaxiibada yihiin asagu Abu Zur'a abuuri Abu Zur'a daayira labadooda Abu Haatim baad daaway laakiin nimana aqraan ay xaq qabaniga talabka wuxuu Abu Zur'a ar-ra'is waa mu'tadil amma saahibu fajarrah baangad weyn buu wataa buu hadduu nin jarxiyo iska ilaali buu ila mutajiraga kale culimada wuxuu ku waafaqaan laakiin hadduu nin ku tawsiiqiyo buu bas bi yadayka bi ninka jarraaxa baangada wata ninka ka badbaada waa maxay waa nin meel uu ka taabto u waayay iyo meel uu ka ursado iyo meel uu ka galo u waayay buu hadduu nin tawfiiq iyo Abu Haatim ar-Raazi madax saaray ninka asaga ninka noocaas ah ibn Ukaymah wuxuu ku yiri Umara ibn Ukaymah al-Layth sahih al-hadith maqbul al-hadith buu yani waa rag waweyn buu ninka u ogolayn sahih al-hadith مقبول الحديث وحديثه مقبول عفوا صحيح الحديث وحديثه مقبول أيو يرينك الله إذا أبو حاتم الرازي ابن البرقي وحيد احتملت روايته لرواية ثقات عنه ولم يغمز ابن أكيمة الليثي لمن الضرين اسكد إنه مجهول نغضيه واثق ابن معين صراحة ويحيى بن سعيد القطان المتعنت أسنوى مشدد وأسول بتركيز نسائب وكسي الدريعي فسو حول هو من مشاهير التابعين المدنيين مجوز كذا رجوا وين رأى التابعين في مدينة أبوها حابل حجر هو في روشه حول يا رب شابع عن نقضي فالرجل ثقته نكون نثقوا إمامه ويشابع وركذا أيضا بي الإمام الذهب نفس الشيء بمرية حق كالي رقبوا إلى رقبوا حكوا رشاء نمو حيدا واعتقاده حتى لم يروي عنه إلا الزهري ابن أكيمة لم يروي عنه إلا الزهري كفى به الزهري رواية لكن وحاو إنتا كسيدرا سعيد مصيب يا وحكورين جريبة بمعنى حلقات كسعيد بنتو يماد من أكيمة أيو دقة كوانين جري عشر نكب حنجرين ويخضع له سعيد مصيب سيد التابعين مركا نينك هذا نين سهلا بما أورك جوا ورق بضقوا لأطبا زور كريين وحكمة ورية سعيد من الهلال الليث أن صوم الرأي شلا إنه كهل لينيبا وحكور شا وحكور يويل أو إيه ابن ابنه ولي هذا عمرو مسلم عمرو مسلم ابن ابنه زهري ابن أبي هلال الليثي صدح أنه يكور يعني حقا أنه موثق معدل حتى من المتعنتين المتشددين إنكم مركا بنام كتاب حديث هو سوغن يعني دقالك وحاوه لكن يا أنت انضم بإسكالي شغلباني بحث مستفيدة يقول يا صفة ثلاثة الكبرى مثل كم وين يصلح مجلتك أصدق أن أغفي عن ركها الله قد يضع يضع مركا حديثك إنه مرفوع يا بحق بطن وصن مدرج أهين استدع راجع أما حفاظ الشافعية يا بعض الحنابلة قد يدعى بس تقول لي بن فافاين انت قدرت اقول له ابو جامع الترمذي باب قراءه ام القران خلف الامام فيما جهر به الامام وانا قصوج لي باب كهور اطلاق سواء ان كقينا وحن فاتحه اهين لانه باب كان سو سعودي قراءه ام القران كان الاخريو خلف الامام كجداشيزا فيما جهر به الامام صلاه لجر امامكم فاتحه والله ايمان وخي كلو دنا واد جوجين أخبرنا هشام ابن عمار الدمشقي
عن صدقة ابن خالد القرشي عن زيد بن واقد القرشي عن حرام حزام وبعض النسخ قال حرام كان صوابه عن حرام ابن حكيم الأنساري عن نافع ابن محمود ابن ربيعة عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله رسولك الله بأن تجيه بعض الصلوات صلاتها بركود بأن تجيه الذي صلاتها سيجهر فيها بالقراءة وقرآن كلا جهر عشاء مغرب صبح مضوضبا فقال وحيو النبي لا يقرأن أحد منكم أحد إذن كثر سينسان أخرين أما أحد إذن كمذا يوسان أخرين إذا جهرت بالقراءة هذا القرآن كور أردكو إلا بأم القرآن قرآن كهو يدين بويا مرحبا هذا لجهر هايو وعشاء مغرب فجر لجهر وح قرآن وآخرين كرتان ممنوع وهي إلا فاتحا موهي حديث كاني اضطراب بين ربنا كف شيغان وننكن نافع بن محمود مر ماشي ان لو شيغو مر ان لغويو مكحول الشامي مر ماشي ان لسوغليو حديث كان لغا دغه حديث حرام من حكيم عن محمد ربيع عن عباده لغا دغو اضطراب اد بدن با لو ايديا حديثو دغال با ان با كتاغان نيما waxay ku cileeyaan dhowr ee laba dhowr ciladood cilada koobaad waxay dhahan نافع بن محمود ربيعه وان المجهوله ولذلك أبو حافظ كله ومستور حافظ كله تقريبا ومستور بوليه ذهب وحور أصغو نافع بن محمود عن عبادة في القراءة خلف الإمام وعنه حرام ابن حكيم لا يعرف بغير هذا الحديث سيداس كوي لميزانك كاشفك وكتاب كتبتي سأطبر الدرانة ذهب كتبتي سكالي كاشفك أوليتا كاشفك حتى عشك اعتماد مركا قطوزيق من حبان ماشي وكذا قال إنه كتب عيبيي مغنيجي سي الديوان كي سي ميزان كي كتبته واوين يكاشف كاشف المطور بالله كتبته كلا وكير لي تحرو نوعا ما اسكو هذا كاشف كحكير كير ثقة مركل وحوت المامئون ننكاسي مجهول ياي ابن عبد البر وحوري ومجهول لا يعرف طحاوي حوري ومجهول لا يعرف طحاوي ابن عبد البر ذهبي حافظك وحيمر ننكاسي انه مجهول ياي لما انه حدا ما يوالا يقانا اضطراب كاس ضربنا والغوشة سندك نين كان والغو إذي وحا انتا كالور دير إلا إمدان آن تلماني وآهيد حديث كان عبادة بن صامت أسله وحاور يستحيعنك وانا كتغن هوشاني قصدا هذا صعوتي دير نبي قال نتجي بعض الصلوات التي يجر فيها بالقراءة ثم قال الله يقرأ أن أحد منكم إذا جاءت بالقراءة إلا بأم القرآن استثناها عن ضنبي إلا بأم القرآن يقصد وبخاري بسم أميسا بحن معانا الحديث مخرج في صحيحهما وهذه علة فادحة بيتاغيه إنما بضم هذا حديث كهالي أحمد حنبل باع لويديه وحول حديثه ومنكر حديث كان عفوا المحفوظ ولفظ أنه صوم الرأي باللوغ ورقصه من الرأي حديث عبادة حقا نقصه الرئيسي حديث عبادة وحي نقصه من الرأي باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سمارد حديثه من حديث محمد الربيع عن عباده وياي لفظ ينبان محفوظ احمدي وحن كلو دنا حكم جيران حديث كاسو مركا كاسو ذهبي وحو شيغاي انو حديثكم معلل ياهي ابن حبان بان سدا يري بوري ابن تركماني في الجوهر انه خير هو مضطرب الاسناد وعله ابن تيميه بالاضطراب انت مركا اي كو دغن يي ودادو بدن كود وا انت ذنب لا تفعل الا بام القران إلا بأم القرآن هي قصة من حديث عبادة إنه سنسقنين باعلون فلنبارين عليين حديث ونافع كبد باضطراب حاصل حديثكم مركع حديث إبادة كتاغين ياهي وهي وأنا أقوى دليل للشافعية ولغيرهم وكتاب إرسان إن لآخرنا يفاتح هذا فيما جهر الإمام بالقراءة وحديث كاسا أقول حقا أسلنا دقال كبا أنبا كتاغين وإن أذكت حديث أسل كسوريين بخاري مسلم الفادي سفقه أن قيب أي كتك إنه أصحى أدب والأكتاي بركاوشة بالآدة لسكي قليل ففاين تدوح لأول الله من كلا جامع الترمذي حديثك بقول عفوا صدح بقول يكويت ما كنو شرحيني بينهم ففاهيني نافع هدو حتى صدوه نغضوه انكبت بأنه اضطرابك إيا تعليلك بإخراج الشيخين له وترك هذه الزيادة تعليلك أحمد هولها صدبه أبها إن الله ساره طيب انت هدي لك صوتك من حيث الوصول بالغبشي وحال أولي هاي أن الإثناء بعد النهي ماذا يفيد
شافعي ما أنفعي استثناء بعد النهي بايمد أصول كانوا حلوا بدنياي إنه إباحية جواز فائدية نبي حلو وحن قرآن ما أخري كرتان فيما جارت بالقراءة إلا بأم القرآن إلا بأم القرآن جواز يسوق يبناني بفائدين كذب وانا الله وتأجل الذي عام خيدة تريه لا صلاة لمن لم يقرأ مركو حلو عمومات ويهونا وحنكاه الله إنا فيما جهر الإمام بالقراءة وحكو صورسا فيما جهر الإمام بالقراءة إنا تراضو قراءة الفاتحة وبنانتها وحمرك واجبي ونصنا ما هيزيد احنا بقود كاسي وكذا مقوفة لسنة هذا حتى سليمان حلو استثناء بعد نهي عن القراءة ولا يفيد إلى الجواز والإباحة هذا بالله توفيق.